السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين وليداتكم؟ كلشي لاباس؟ كنت اخوتي لاباس، انا لاباس الحمد لله. ايوا انا قلت شفت الحوت اليوم، قلت غنشارك الغداء ديالي مع اخوتي اخواتاتي، ورانا كنت عيانه ما شكيت عليكم. يا ربي يا ربي نجينا ونجيكم تنتوما يا ربي. جاتني واحد الترويحه راه باقا فيا شاداني، وتعطلت ما هادي شحال ما حطيت فيديو، قلت غادا نشرك مع خوتي هاد الحوت ونبان ليهم ونقول لهم رانا كنت عيانه. الله يجعل ربي يشافي كل واحد. ضربتني الرواح والله ما بغات تمشي بحالاتها، درت مضروسه ودرت وشربت البلول بحال هذيك المره النافسه زعما درت باش هذيك البنه تولي ليا في فمي. كلشي تيجيني ماش كيد عليكم باسل، ودابا الحمد لله واخا باقا الحلق ديالي ماشي هو هذاك تالي، اللهم لك الحمد. شويه وليتي على هذيك المره؟ لا شويه دابا، ربي غيصوتنا ويعفو علينا، ربي يصوت يعفو على كل واحد يا ربي. وبسم الله دابا غادا ندوز نقي معكم الحوت، ورا اي واحد راه تيعرف ينقي الحوت، الى البنيات اللي باقا مساكن اللي عاد بادين الزواج ديالهم اللي غيكونوا شحال من بنت غتكون باقا ماتت خاصها حتى هي تعلم. كيما دزنا كاع حنا في الصغر ديالنا ما كنا نعرفوا حتى حاجه. والله الا هاد الشمس اللي ديال دابا، هاد الشمس راه هي اللي تدور في الراس، هي اللي جات هذيك الشمس ديال هذيك السيمانه ديال الحد اللي داز، مشيت كنت جالسه فيها جلست فيها وعجبني الحال. ضراتك في راسك؟ وهي اللي ضربتني الراس والله الا هي. الواحد يحاول ما هذيك الشمس تضر، هذيك الشمس ماشي بحال ديال الصيف، كمام ديال الصيف واخا تقعدي فيها ولا هذه ما غتضركش بحال ديال دابا، ديال الشمس ديال دابا ديال هذا الربيع تتكون شويه صعيبه. ايوا بطبيعه الحال الشمس راه كضر، الشمس راه واعره الشمس. ايوا تنتمنى لخوتي الله ييسر الامور ديالكم يا ربي نتوما وليداتكم. غادي يقول لك خديجه تعاطلت علينا ما عرفت مالها غبرت. ايوا راه غبرتي عليهم. ايوا راه غبرتني عليكم على الرواح، هي اللي غبرتني عليكم. طحتي طايحه صعيبه ما تقعدتيش كاع. ايه اللي دابا في هذا الوقت راه كاع بنادم تيكون تيمرض في هذا الوقت. ايوا ناضر الربيع، شوف الربيع قداش حداك ولا. ايوا راه دابا وقت الربيع ووقت الورد ووقت كلشي، والكرم دابا غيبدا يفنن. ها هي عدي هاد الكريمه راه بدات تتفنن مسكين. غيبدا كلشي دابا تبارك الله غيولي زين. ايوا قلنا غدا، قلت لاختي مع هاد الفم ديالي ما بغاش كاع البنه ترجع. ويني راه ماشي كورونا خوتي، عندك شي واحد بقى يقول كورونا؟ حد درت التست حتى راه كورونا دايزاني، ودرت التست قلت ما نعرف على هاد البنه اللي مشات ليا نشوف، قالوا لي ماشي كورونا. على المهم هذاك ليغيم ضربتني، هذاك الشمس اللي كنت جلست فيها هي اللي ضربتني وهي اللي. دابا توحشتي الطياب برا، بغيتي طيبي الحوت برا وصافي. اي وقلت لاختي اش دابا اش غادا ندير؟ تشهيت الحوت نطيبو لكم على العواد ان شاء الله، تابعوني وبقاو معايا عداك تمشيو عليا، راه غادا نطيب السردين ديالي على العافيه. ايوا هادي شحال ما طيبتي هنا لبرا، هادي شحال ما كانت على الشتا ما قدرتيش طيبي هنا كاع. ودابا من دابا شويه دابا من دابا مارس وشهر ثلاثة شهر ربعة وداك الشيء غتزيان القضيه، وغنبقى نخرج هنا ندير شي طواجنات هكا هي في الطبيعه هنا برا. واحد من تتكون الشمس تيعجبك الحال تزعمي تخرجي برا وتقعدي وتفرشي ايه برا، وتيعجبك حتى الحال تخرجي طيبي وتجلسي فيها، ماشي بحال دابا البرد ما تتقدي لا طيبي برا ما تقدي لا تخرجي ما تجيك حتى شي قعده اللي زوينه. والشجر تيولي فيه الورق تيولي الدنيا زوينه تتولي. ايوا راه دابا ان شاء الله دابا ما غيكون من القدام مع الشجر ان شاء الله كله غيخضر، القضيه غاده تزيان الله يزينها علينا وعليكم كاملين اخوتي اللي تيتمنى شي حلم زوين الله يجعل ربي يحقو ليه. ودابا راه الحق الوقت ديال الغرس، تغرسي شي حاجه هنايا مازال؟ لا راه تيغرسوا بحال بغيتي ديري زعما كاينه شي حاجه شي نقله ديال المطيشه وداك الشيء، باقي ما تحطاتش المطيشه اللي عاد ولا سيار. لو محطوطه داكشي الخضار اللي كيغرسوا محطوطه اللي عندو لي سير هذاك لا سير راه يقدر يخشي دابا، وبحال انا ما عندي لا سير لا والو، عاد تغطي كلشي برا كلشي باقي حيت باقي البرد. يقولوا لنا شنو غتغرسي دابا من عاد بديتي تغرسي؟ من القدام ندير شويه الفلفله شويه المطيشه وصافي وعدي شي شلاضه. لا شلاضه كاع ما نديرها. علاش ما كتصدقش هنا؟ لا تتصدق،
ما قويش عليا بزاف الخدمه عاوتاني. درتي واحد العام درتي الباربه جات زينه هناك. دارت الباربه صدقت وكلشي. درتي الباربه درتي البطاطا درتي. البطاطا حتى هي غنديرها حتى البطاطا غنديرها ان شاء الله. والقرعه ما تفرطيش فيها. والقرعه ايوا ضروري من القرعه. العام اللي داز دابا. مشيت تاتي عيا وترجع للقرعه. القرعه ما غرستيهاش وجات تبارك الله موجوده جات زينه هنايا. ايوا ربي حبيبي ما شافني العام اللي فات ما درتش الجرده عطاني ربي حبيبي الحمد لله عطاني كل شيء من عنده. ايوا حتى دابا راه تقدر تنوض حيت الزريعه كلها زوطيها هنا في الجرده. تقدر تنوض بوحدها بلا ما تزرعها تقدر تنوض بوحدها. هي لا ماكلهاش الزريعه الفار راه غادا تنوض ما غاتصب عليها الشتا راه غاتنوض من غير لا كان الفار هنايا في الجرده هكا يا راه ياكل حيت راه الفار تياكل الزريعه. لا اللي تردمت في الارض راه تقدر الفار تمنع اي حاجه هو راه تيدخل في الارض تيحفر لك بالسلام. ايوا اخوتي واش توحشتوني راه توحشتكم هانا واخا راه عيانه انا خرجت تنهضر معاكم وتنتعاود معاكم. الله يجعل ربي حنا توحشناكم بزاف. الله يجعل ربي كاع اللي هو مريض ربي قاعد الوساد ديالو يا رب. هي راه لي غيم اللي تجي شويه صعيبه وصافي هما راه الحمد لله ما زعما ما تضرنيش زعما شي حاجه في بدني عال لي غيم راه اي واحد تيكون عارفها. اش كديري؟ تتشعلي العويف يا تتشعل باش نقليو. ايوا انتوما خوتي توحشتي توحشتي يا سميتها العافيه القليان على العواد ومنها غنسخنوا كل شيء ومنها تنسخنوا والربيع نايض حداك خضار تبارك الله منعنع وادي هادي شحال ما درت ما كان الجو سخون كان الجو سخون قليت قليا خطره قليت على العواد الحوت وجاء على مزينات ودابا توحشات ودابا توحشت قالت لك خاصني الحوت نقلي على العواد. ايوا قلت غنخرج اليوم نديرو على العواد باش تعرفوا اخوتي باش تعرفوا انتم عزاز عليا كما انا عزيزه عليكم حتى انتم راه عزاز عزاز وغاليين. صافي العافيه دغيا راه تشد دغيا غتشد دغيا. الطير ديال العواد تيكون زين الله العظيم الى تكون زين هادو الفرق بينه وبين البوطه كاين الفرق ماشي بحال بحال الطياب ديال البوطه ما هو بحال ديال العافيه. يا الله دابا كومونسي خديجه بسم الله. ها هي خوتي ها الملحه زيد لهم هنا ها الملح ها كلشي عارف الملح ها الكمون ها التحميره واللي كيبغي الحار يقوي الحار واللي ما تيبغيش الحار الصبر مطحون بالثومه. بسم الله هذاك النشر ديال الحوت دائما كتنشريه هكاك كيتسقطر باش تيعاوني في التسقطير دغيا تيتسقطر هذا بحال هكا تيعاونك دغيا في التسقطير حسن من انت تخشي في الشبكه تبقى واخا تخشي في الشبكه تبقى الماء تبقى مشدود الماء تبقى مجموع الماء فيه. وهاد العملية هكا كتنشريه على الشبكة تتجي زوينة. ماكي كضحكي دابا دابا حد ما كتبغيش الحار دابا غادا نقول لخوتي معايا صاحبتي ومعانا قلت لها فمي باسل عليا تزيدي تضربي لي الشرمولة واش هي هذيك من الملح وكانت الشرموله باقا ما تخلطتش مزيان يمكن كنت عاد جاي فيها قويت هذيك الضو قال لي غتذوق زعما كيفاش الملح باقا هذيك هزت شي سودانيه باقا مكركبه وراه كانت غادا تجيب لي الله يجعل ربي يستر وصافي خصنا نعطيوها الماء بالسودانيه وينو تحتاتنا دابا فمي انا باسل ما نقدرش ما نعرفش دابا كيفاش الملحه واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك ها انتم اخوتي ها السيطرو تنديرو في الشارع. لو خاتي يكون حار ملي تيتقلى ما تيبقاش حار مزيان. وهي ما تتبغيش اصلا حار، هي اصلا ما تتبغيش الحار. والله الا ضحكتنا صافي. أييه. اللي هو ضحكتنا. يالله شرم لنا الحوت دغيا. احنا تنشرمنا، ها انتم اخوتي بقاو معايا. احنا بدينا التشرميل ديال الحوت ديالنا. تنتمنى هاد الحوت اللي تندير قدامكم يعجبكم. هو تيجي زوين كيتقلى على العواد كيجي زوين ونكون خفيفه على قلبكم اللي درتها قدامكم تعجبكم يا ربي وتنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم بزاف تنشكركم.
شكرا لكم كاملين، العافية. هي شاهلة قاعدة هنا، العواد باردين، ماشي زعما شاعلين شاعلين، عاد ماشي بحال الجو تيكون الشمس بزاف، لا حد صبت الشتا راه فزقت ليا العواد، تيكونوا دابا متقلن فيهم الماء. كتكب الزويته في هذاك الفراح وعايشه هي عاد جات. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. توحشاتكم حتى توحشتم والله الا كنا توحشناكم. هادي خديجه خدامه لك على السردين ديال العواد، دير لنا سردين. سردين ماشي هاد السردين والاخرى سي كوا سا هذيك كطيب عاق ميرنا بالكمون والمليحه وشويه البزار صافي. ايوا كي دايره خديجه؟ خديجه كي دايره انت مع مع الترافاي ديالك؟ الترافاي بخير الحمد لله. هاكاك الحمد لله. توحشتي وين كنت؟ وا توحشناك والله الا دوزتي السيمانه مزيانه الحمد لله. اللهم لك الحمد. هي هذيك بنتي راه بحال صاحبتي، هي تقول لي يا خديجه، تقول لي ماما، وتقول لي ايوا وحنا غاديين باش ما تشرفكش خليها تقول لك خديجه. وانتم اخوتي بقاو معايا، شوفوا هاد ماشي الميرنا، هادي المغنيشو. هادي الميغنيشو سميتها، هادي ها هي، ها هو هنا كاين، هنايا كاينه الملح الكمون والبزار مخلطين هنا صافي صافي. غندير بحالك اخوتي ليها حيت كتجيبي هادي كتجي عال الكمون والملح والبزار صافي. شتي عا بحالك غندير ندير ليها هكا هي وكتجي بنينه كتجي. وغدا نبدا نقليها. شتيها بحالك وغدا نبدا نقليها. تقليها خديجه هي الاولى، هي الاولى نقليها، هي الاولى حيت كتبغي الزيت يكون في الاول نقي. هاكاك وما جاتش ليا طبسيل باش غنحطها فيها. هيا تجيبوا ايمان. ايوا ها انتم اخوتي بقاو معايا، ها انتم بحال هكايا. الشرموله ديالها ساهله، ما ديروا لها لا سيترون لا حتى حاجه. هاو معايا اخوتي بقاو معايا، ها انتم هذه هي الشرميله ديال هذا الحوت صافي. هذا الشيء خاصكم ديروا له صافي، بلا ما تنديروا له لا حنا لا ثومه لا سيترون لا والو. لا بغيتوا ديروا السيترون حتى من يطيب، ولا بغيتوا تعصروا قدامكم السيترون عصروا. لا ما كيجيش فيه هذا، كيجي احسن عابي هذا الشيء صافي. المهم بهاد الشيء اللي قلت لكم هو اللي باش تيجي زوين. ايوا تبارك الله عليك. وجا زوين، جربناه بالشرموله ما عجبناش بالشرموله، ولي من درنا له هاد البزار والملحه والكمون الشرميله ديالو جات احسن هكايا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله ينورك. نورنا كاملين ونورت المشاهدين تا هما معانا. دابا غنبدا نقلي. يلا دابا عاد بداي تقلي. شوفوا ها خديجة عاد تبدا. ايوا خديجة بدات تتقلي. سمعوا الصوت. تبارك الله عليك خديجة. Right.
الكورتات ديالنا كيتقلاو. وها انتم اخوتي ها انتم هادشي عجبكم؟ ايوا هاد المقلعه داك كبيره تتهز لك كلشي. هذا راه الفراحه. شحال الحوت يلا؟ ها شحال الحوت؟ ايوا الحوت اللي شحال ما بغيتي انت قولي لي الثمن. ايوا انت انت المعرفه ديالنا نساعدو معاك. ديري لي 2 كيلو. 2 كيلو 2 كيلو كاع واخا سي عندي شي جا عندك شي ديال راه الطياب ديال العواد بغيتي دي موجود. الطياب ديال العواد راه زايد الثمن ماشي بحال ديال البوطه. ما كاين مشكل عادي عندي البوطه الطياب ديال البوطه عادو ثمن والطياب ديال العواد عادو ثمن. مرحبا. ايوا انا علم عاوي جدي فلوسك يا عيشه. احنا قاعدين كنخلي الحوت ديالنا والعافيه شاده. ها العافيه شاعله ولا الخاطر هذا شعل. ايوا راه الحوت اي حاجه اللي تطيب على العواد راه تكون زوينه. حوت ولا طاجين ولا اللي كان دغيا تيطيب الحاجه دغيا والعافيه سبحان الله راه دغيا تطيب. هذاك الشيء يكون مهيل العافيه ما تكونش مجهده مجهده باش الحوت باش الحوت ما يجيش زاني خضر. ايوا زويته سخونه لك هادو انت قربتي تسالي تبارك الله عليك على هاد الحوتات مع العافيه. ايوا تيهز هاد الفراحه عندك هادي كبير هادي حطه وحده احسن من جوج. ايوا هانتوما خوتي وشكرا على هاد الحوت اللي تنطيب على العواد اليوم قدامكم واخا ما كايناش الشمس. وراه الشمس ما كايناش والله الا راه الشمس كاين الغوام وخرجات كديرو والله الا ولا البرد سبحان الله. ايوا هانتوما انا تنفكركم في ديال زمان هادشي راه ديال زمان هادشي هاد العواد وهاد والو خشفت الجو ولا بحال ديال الشتاء قالت والو غنكملوا على برا وصافي غنطيبوا على برا. ايوا البوطه البوطه الله الا ما كاينش ما كاين ما خير من حسن الماكله ديال العواد راه زوينه صافي الله الا راه زوينه. ايوا كنتمنى يا ربي هاد هاد الفيديو اللي درت معكم اليوم ومع حدا داك الربيع اللي من موراك شوف قداش ولا. ايوا خوتي ما نكرهش تكونوا معايا ونكونوا مجموعين على هاد المقايله هكايا وتنسخنوا والحوت هو تيطيو قدامنا وناكلوه بالصحه والراحه انا وانتوما يا ربي والله الا انتوما. شوف درت لكم هذاك الشيء ديال زعما ديال الناس القدام طيبوا على الكانون وخاصك تصاوبي شي حاجه بالحجر وطيبي فيها شي كانون زعما كانون تبني بالحجر. حنا دايرين الياجور ها وكاكل ودايرين كانون بالياجور. واش غندير
واش غادا ندير. ايوا ها نتوما خوتي، ها الحوت اللي شرملت معاكم واللي غسلت قدامكم، ها هو وجد، ها هو طاب على العواد، ها هو، ها نتوما وريهم مزيان. ايوا كي جاكم هذا الحوت ديال اختكم خديجه اللي طيبت لكم على العواد؟ والله الا راه واخا كاينه واحد الريح وكاينه الغمام وهكاك، يلا دابا واحد الشميشه بان شي شويه من الغمامه، دابا يلا بانت وين الشمس تتبان وتتغبى بالغمام. وتنتمنى اخوتي وخواتاتي، تنتمنى لكم حياه سعيده يا ربي، والله يخلي لكم وليداتكم والله يستركم والله يحفظكم كاملين فيما مشيتوا. وتنتمنى لكم، شكروني على هذا الحوت وعلى هذا، واخا انا مريضه باقا مريضه وخرجت طيبت على العواد باش قلت نبان لخوتي، حتى هادي شحال دابا ما حطيت لكم، قلت باش نبان لكم باش نهضر معاكم وتشوفوني وتشوفوا شنو عندي، علاش تعطلت، علاش هذا الغياب ديالي وهذا الغياب ديالي. ايوا تبارك الله عليك خديجه، شدتني الترويحه. وتنتمنى الله ينجينا وينجيكم يا ربي، والله يشافيكم، واللي هو مروح كي بحالي الله يجعل ربي يشافيه، واللي هو مريض الله يجعل ربي يشافيه ويعافيه. تنتمنى الله تعالى، راه واخا عاد الترويحه تدوخك في راسك، ماشي زعما كاينه تعالى كان الواحد، راه اي حاجه اللي تجي في الصحه راه تضر. تاخذكم خديجه البنه ما بقيت نعرفها في الغدا هو ولا والو والو. تنتمنى يا ربي تولي لي البنه ديالي. والحمد لله دابا، الحمد لله دابا اليوم من نطر درت معكم فيديو حسيت براسي وليت لاباس، اللهم لك الحمد، ماشي بحال الايامات اللي دازت الاخرى ما كنت لا ناكل لا والو، الماكله قطعتها ما بقيت لا ناكل لا والو، وليت سخانه مغطيه مغميه وصافي. ما من الماء، الماء تيجيني باسل، الماء هو اصلا هو الاول تيجيني كلشي باسل عليا. وتنتمناكم هذا الفيديو اللي درت معكم يعجبكم يا ربي، ونكون خفيفه على قلبكم بزاف، وشكرا لكم يا ربي، والله يخلي العزيز عليكم وما سخيتش بكم، وبسلامه عليكم وبسلامه عليكم المشاهدين في فيديو ان شاء الله واحد اخر.